أسدل الستار على الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية بالإعلان عن فوز الفيلم المصري ريش للمخرج عمر الزهيري بجائزة التانيث الذهبي للأفلام الروائية الطويلة، فيما ذهب التانيث الفضي لفيلم من لوزوتو وجائزة التانيث البرونزي لفيلم عصيان من تونس، دورة عرضت خلالها مئات الأفلام العربية والأفريقية وجاءت بعد غياب لدورتين بسبب الوضع الصحي. فهل حافظت على أهدافها؟ مستويات متفاوتة بالطبيعة، ولكن فما جودة عند برشا شباب مخرجين سواء كانوا توانسة أو ليبيين أو أفارقة اللي استطاعوا أنهم يجلبوا الاهتمام ويبتكروا في الصورة ويبتكروا حتى في طرح المواضيع المثيرة. الدورة شهدت تألقا للسينما المصرية والتونسية وبشكل خاص الفلسطينية التي تحصلت على التانيث الذهبي والبرونزي في مسابقة الأفلام الطويلة. اللافت أيضاً بروز جيل شاب من المخرجين سيمضي بحسب مختصين في تحسين مضمون وشكل سينما دول الجنوب. شفت جزء من الأفلام طبعاً زي فرطاطو الذهب وزي ريش وبعض من الأفلام القصيرة، يعني أهم ما اللي بيميز المهرجان هو حضور الجمهور بصراحة، إقبال الجمهور وشغف الناس على مشاهدة الأفلام، ده أهم حاجة بتميز مهرجان قرطاج. الأفارقة وبعض الأشرطة القصيرة هي اللي قادت بالفكر اللي تحملوا أيام قرطاج السينمائية، يعني ما خرجتش على هذا الإطار، هي ما زالت تحكي على شعوبها وهمومها ومشاكلها وببساطة. فأيام قرطاج السينمائية تأسست منذ عقود للتعريف بسينما المؤلف التي تطرح قضايا الشعوب في دول الجنوب، وساهم المهرجان بشكل خاص في تشجيع السينما الأفريقية وعرف بمخرجين عرب كانت انطلاقتهم من قرطاج. بعد غياب دام لسنتين عادت أيام قرطاج السينمائية في دورة جديدة، دورة حافظت على مبادئ المهرجان الذي يحتفي بسينما الجنوب ومشاغل الشعوب، وهذا بحد ذاته نجاح يحسب لهذه الدورة. مراد الدلنسي، تونس، الميادين.